اليوم بدنا نعمل أكلة حلو لبنانية اسمها خبيصة. نحن هون عندنا مقادير لخمس أشخاص. المقادير هن كباية نشا، كبايتين سكر، 4 كبايات مي لكباية النشا، صحن جوز، وعنا مسكة، ظرف مسكة صغير. التحضير بدنا نبلش نحط كباية النشا، حط مع 4 كبايات مي، وبدنا نحكه على البارد ليدوب النشا. بس يدوب النشا بدنا ننقلهم على الغاز، نحرقهم على تقريبا نص ساعة. نحن عم نحرقهم تحت النار، نحرقهم على النار. هلا عم نحرك، بدنا نحرك ونضل عم نحرك ونضل ايدنا فيهم مشان ما يكتر النشا، نص ساعة ليصير لونه شفاف ليبين معنا المستوى هيك. بس يستوي بنحط فوقه كبايتين السكر. مستوى النشا وبلش يصير لونه شفاف وبلش يسمك، بنسقط فوقهم السكرات وبنضلنا عم نحرك مشان ما يجمد شي معنا. هاي أول كباية وهي تاني كباية. بيرجع بيطرق الأكل شوي معنا صغيرة. بنضلنا عم نحرك ليدوب السكر مزبوط. بس يدوب السكر مزبوط بنحط فوقه الجوز، بس يبرد شوي بنحط فوقهم الجوزات والمسكة اللي بنكون دقيناها منيح. دقيناهم مزبوط، بنزيد عليهم المسكة والجوزات، نحركهم شوي صغيرة هيك بتكون خلصت الطبخة. أنا سكبهم مقلب الجات، يفضل الجات إزاز مشان يبين منظرها. بنلسهم كلهم على مستوى واحد، ننطرها تبرد وتتقدم بارد الأكل. ألف صحتين.